بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده بتقول لك اوعى تيأس، اوعى تيأس وما تشعرش في لحظه من اللحظات انك بتطور على اشياء وهميه تتعلق بيها في الحياه. ابذل مجهودك واتعب وانجح وتوكل على الله، وبالقوه دي وبالهمه دي. تحكي القصة إن كان في رجل أعمال شاب لسه في بداية حياته وبدأ شركته، وبعدين الشركة اتعصرت قوي 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 ومش عارف يتفاوض مع الدائنين ومش عارف ياخد صفقات جديدة، وأصابه بقى هم جامد قوي قوي قوي. فقرر كده إن هو في وسط الهم كده فك بقى الكرافات، عارفين أنتوا المنظر ده، وقام رايح فيه كده جنب المكتب بتاعه زي جنينة كده. فقام داخل قاعد في الجنينة وهو في حالة من الهم والبؤس الشديد، بيبص قدامه لقى الكرسي اللي قدامه في الجنينة راجل كبير في السن، راجل كده عجوز قوي في أواخر السبعينات من عمره قاعد الراجل كده، بس شكله كده يعني إيه باين عليه الحكمة والوقار يعني. فبدأ يقول له الراجل الكبير مالك يا ابني؟ فبدأ بقى يحكي له هموم وعندي 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 والشركة وحفلس ومش عارف. الراجل كده الكبير في السن خدته النخوة وقام مطلع دفتر الشيكات بتاعه، محدش بيعمل كده في الدنيا، وقام كاتب شيك بنص مليون جنيه، وقام قطع الشيك ومديه للراجل الشاب. الشاب مش مصدق، نص مليون جنيه؟ في حد بيعمل كده ليه؟ بيبص لقى التوقيع لاسم واحد من كبار رجال الاعمال، بس هو ما كانش يعرف شكله. ايه ده؟ انت فلان واديتني الشيك ده؟ الراجل طاقة القدر اتفتحت له بقى وطار من الفرحه وخد الشيك، وهيصرف بقى الشيك ويسدد ديونه ويوقف الشركه على رجليها. وبعدين قال طب ما الشيك ده احطه بقى في جيبي كده، ده مصدر امان وقوه ليا، وادخل في مفاوضات جديده مع الدائنين اللي انا مديون ليهم، واحاول وعافر وانا مطمئن مسنود على شيك بنص مليون جنيه موقعه رجل اعمال كبير. ودخل بقى الراجل الكبير العجوز وهو بيديله الشيك، قال له بس لازم ترجعهولي، معادنا السنة الجاية تيجي تقابلني في نفس المكان ده ترجع لي الفلوس. ماشي يا عم بس نسدد ديوننا. المهم خبى الشيك حفظه وبدأ بقى يدخل بقوة ويدوس هنا ويشتغل هنا وينجح هنا ويتفوق هنا، وقامت الشركة على رجليها وبدأ صاحبنا ينجح. وافتكر بعد سنة الشيك لسه محافظ عليه في جيبه في درج المكتب، افتكر الراجل، راح لا الراجل موجود قاعد في الجنينة في نفس الميعاد رايح بقى عشان يرجع الشيك، وجاي يتكلم معاه لقى واحدة ممرضة جاية بتجري بسرعة. أنا أسفة أنا أسفة، بتقولي مين؟ بتقولي الشاب. أنا أسفة أنا أسفة، هو ضايقك تاني؟ هو عمل لك حاجة؟ أصل هو الراجل الكبير ده مريض في مستشفى الأمراض العقلية جنب الجنينة دي وبينتحل شخصية رجل أعمال كبير. قال لها والشيك ده؟ قالت له لا ده شيك وهمي، هو بيقعد يكتب للناس حاجات كده غير صحيحة. قال يعني أنا كنت متكل بقالي سنة على وهم؟ وصلت القصة. يا جماعة توكلوا على الله، هو كان محتاج حاجة وهمية عشان يقوي نفسه. هل أنت محتاج حاجة وهمية عشان تقوي نفسك؟ هل مش كفاية ربنا معاك؟ هل محتاج زي صاحبنا دون قصة وهمية؟ في الآخر طلع الراجل مريض وهو كان عايش في الوهم، بس نجح لأنه صدق الوهم. ممكن بقى بدل ما تصدق الوهم تصدق الحقيقة، إن ربنا بيساعد المجتهدين، وتشد حيلك وتموت نفسك في الشغل، ساعتها فعلا هتشوف بسمة أمل جميلة في حياتك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.